لينا لكم مشاهدينا الكرام، التحق بنا في بلاطو نجم وحكايات الأخ إسلام موهوب. مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور رئيس. والله الحمد لله. إسلام، أنا وسيلة مقبل، حكينا شوية على السوجي اللي جيت ولا الإسوار اللي حتحكيها لنا اليوم. قبل ما ندخلوا في الديتاي، عرفنا بروحك، نعرفوا شكون إسلام. إسلام 27 سنة، نسكن في باب الزوار ونخدم في الجزائر. نعم، نخدم في الجزائر. الله يبارك، الله يبارك. إسلام، إسلام قلت لنا بلي حبيت طفلة اسمها سارة. سارة حبيتها وحباتك. تقدمتها على سنة الله ورسوله. ثلاث خطرات خطبتها، رحت خطبتها هكذا. نعم، رحت ثلاث خطرات. بون، سارة هذي عرفتها قبل ما نخطبها في لابيتزيريا اللي نخدم فيها، باسكو كانت تجي تفطر توجو، باسكو تقرا في اون فاس اللي نخدم عليها باب الزوار. نعم، تما اللي تعرفت عليها و تهلا فيها مالها. ومن بعد مع مرور الوقت ديسيديت باش ندخل من باب. كان انا فيتي سيربريز اللي التحق معنا في البلاطو هكا باش نعرفوا بالك تفاصيل تاع قصه اليوم اكثر واكثر. يلا نستقبلوا مع بعض.